لا وقت للاستراحة ولا للأعياد في عدن، فالإرهابيون يترصدون كل فرحة. العاصمة المؤقتة استيقظت على صوت الانفجارات، وكان أول أيام عيدها موتاً كما كان في أيام كثيرة لأكثر من عام. هذه المرة كان الإرهابيون يستهدفون معسكر الصولبان، وبحسب المصادر الأمنية في عدن فإن مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة هجموا المعسكر وسيطروا على بعض مواقعه. المصادر أكدت أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف بوابة المعسكر في مديرية خور مكسر قرب مطار عدن الدولي قبل أن تقتحم مجموعة من الإرهابيين بوابة أخرى. سيطر المسلحون على بعض مواقع المعسكر ودارت اشتباكات عنيفة داخله، مما تسبب بمقتل 6 جنود وإصابة العشرات قبل أن يتدخل طيران التحالف. وقالت المصادر أن قوات تابعة للتحالف تدخلت لمساندة القوات الأمنية في استعادة السيطرة على المعسكر، وهو ما تحقق في وقت لاحق. في مطار عدن الدولي المجاور توقفت الرحلات الجوية بشكل مؤقت، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع الشوارع والمداخل المؤدية إلى المطار. عملية استهداف معسكر قوات الأمن الخاصة في الصولبان تعد الأولى التي تستهدف منشأة عسكرية منذ عودة حكومة بن داغر إلى العاصمة المؤقتة في 6 يونيو الماضي. وتشير هذه العملية إلى أن الإرهاب في عدن لم ينحسر بعد، ولا تزال الجماعات الإرهابية تحضر نفسها لجولات أخرى من هذه الحرب الطويلة.